لا لاش اونفو كنتواجدوا بمتشر بن كيسان جماعة الساحل إقليم العرائش. جينا هنايا على حساب واحد العمل اللي دار إجرامي، واحد العصابة ديال اللي كتحفر داكشي ديال الأضريحة وكتجي تقلب على الكنوز، قامت هنا بتخريب هاد الضريح هذا. يعني كنشوفوا معنا كاين هنا الشرفاء الغيلانيين، يعني هاد الفعل هذا الاجرامي اللي هاد المجموعه ديال العصابات خصوصا هما اللي كيخطفوا داكشي ديال الاطفال ديال الدراري الصغار الزهوريين، وكيمشيو للاضريحه وكينكسوا كيقوموا بالتدنيس ديال الاضريحه وحفر القبور. حسب اللي شفنا الان في الداخل ان كاين كارثه لداخل، حسب اللي كنشوفوا الان، حسب اللي كنشوفوا دابا الان حنا داخلين هاد الضريح يعني تصديق. هاد الأضريحة ديال سيدي ديال الغيلانية اللي كانت زوايا ديال قراءة القرآن، كما كتشوفوا أنا الضريح عنده تقريبا واحد يعني 1341 باش تسكن، مع علامة تاريخية والتلبينة ديالو عاود كيداير هاد البناء هذا. وهنا توجد المقابر ديال الشرفاء الغيلانيين، شوفوا الكارثه اللي دارت، شوفوا الكارثه اللي دارت، يعني كارثه يعني واحد كارثه دينيه ان تقوم بتدنيس ديال القبور ديال المسلمين. انا باش تجي وتقدر يعني تحفر القبار، يعني ما يبغي لا الله لا العبد، يعني الله سبحانه وتعالى كيوصي النبي ديالو كيوصينا باش اننا نحترموا المقابر ما نقوموش بتدنيس ديالها. جاو قاموا بانهم حفروا هذه المقبره هذه ديال الشرفاء الغيلانيين، حسب اللي كتشوفوا هنايا انهم قاموا بواحد النوع ديال الحفر توصلوا للتابوت. هانتوما كما كتشوفوا في الصوره معنا كيتواجد هنايا في الصوره ان كاين اللوح ديال القبر حتى هو وصلوا ليدو، وكاينه بجنبه تما شي حفره، يعني بقى الحفر يعني بطريقه يعني كما نقولوا. وهذا الشيء كامل وقع نهار ليله الخميس، وكاين هنا الاثار ديال باقي هنا عندنا حسب اللي كنشوفوا في الصوره. كاين واحد كلينيكس هنا ديالها، كاين شي حاجه بقات مسيبه هنايا، واللي كنشوف كان الشرفاء الغيلانيين كيستنكروا انهم ما تقام حتى اجراء قانوني حتى اليوم الاثنين. عاد جات الجدرميه وهضروا مع احد الشرفاء هنا، قالوا له اجي عندنا باش نديروا معك واحد المحضر، ولكن هما كيطالبوا بشي مطالب ديالهم اللي غنشوفوها الان بعد قليل. اش كتقول في هذه العصابه اللي كتسيت تحفر القبور؟ هذه العصابه ما نقدرش نشوفها انا، ولا كنت على ايش ديك الساعه؟ نعم ما نقدرش نقول لك طويل ولا قصير ولا ما نقدرش. نعم. ما عرفتش حتى جاني الخبر تاع 11 ولا 12 نهار على جنازه. نعم ولكن ملي جيتي وشبرتي هذا الشيء اللي وقع دابا عندكم في يعني في في القبوره ديال الجدد ديالك، اش تقول لهم؟ ما صرت فين شبر. نعم سبت هذا السيد هذاك راه سي عاشور. نعم محمد عاشور اسمه، وهاد واحد اللي يقول له خالد، هاد نعم. خالد عنده واحد البيت هنايا اللي صغر فيه. نعم بلا ولاد ولا والو، هو هو بوحدو. ايوا ودابا ديك خالد كان عنده واحد شويه ديال السكندر معايا، ما كيشوفني كيهرب. نعم فين نجي انا يهرب، فين نجي انا يهرب، ما ينهرش هنا نهائيا. نعم اليوم هاد اليوم غينجيو هنا الدراري ولادي خلي الدواء به الله. نعم. جاو هنا ولادي دخلوا عليه حتى المحل ديالو، في ديك المحل فين وكالس، ماشي ديالو ديالي. نعم ديال الجدد. ما عرفتش من تبلا. ثلاثة الدراري، أربعة الدراري كلهم. عمل اللي عندهم 28 عام 20 عام. دخ. تخلع. نعم. أيوا ما يتخلع. ما عرفتوش شي المصير ديالو فين هو، كان باش يجي يعطي المعلومات الصريحة ديالو. الإفادة ضروري الإفادة ديالو، لأنه هو توا حاضر هنا. نعم نعم. وشي رسالة توجدها للسلطة المحلية؟ حسب اللي شفناها وقيلا من نهار الخميس ما حتى شي واحد جا عندكم. لا ثلاث الصباح هذا وقيلا. اليوم جاو انا داخل هما خارجين. نعم واش داروا شي إجراء أولا أجا وقالوا لكم أجي ولا؟ لا قالوا لي أجي عندنا غدا في الصباح. مش عندهم غدا في الصباح. نعم ولكن ديك الدرك يمكن نقول الشرطة العلمية ولا الدرك العلمية واش جاو داروا شي معاينة؟ حيت شفنا عندكم الداخل باقي كاين كلينيكس واقيلا تما مسيب ديالها، باقي شي أثرات. ما خليتش الناس اللي يشوفوا اللي كاين من دار، قلت لهم خليوا داك الشيء على حقه، ما خليتهمش يتمروه. ما خصوش يتمر. نعم
خصو تيشوفوا السلطه وتشوفوا هذا وتشوفوا هذا باش يكون المعلومات صحيحه. نعم ايوا السلام. نعم ثم الدري الشباب كاين شي واحد تهضر اختي لا هضرنا مع الاخ شي كلمه انتينا على حسب جد ديال يعني جد ديالكم وقالوا هذا التدنيس ديال هذا الضريح هذا. السلام عليكم. بما اننا حنايا من الشرفاء الغيلانيين كنستنكروا لهاد الافعال هذه اللي عملوا هاد الناس هادو لجدنا سيدي محمد بن الصديق الغيلاني، وحنا حتى سيقنا الاخبار وشفنا ديك الشيء هذاك في الفيسبوك وجينا شفنا هاد الافعال هادو وجبرنا بان القبوره منهوشين، وهذه معلمه تاريخيه قديمه ديال الشرفاء الغيلانيين كانوا كيدرسوا هنايا القران من زمان، وكانوا الطلبه هنايا كيتخرجوا وكانوا خرجوا من هنا علماء وخرجوا من هنايا يعني العلامه كبار، وحنايا كنستنكروا لهاد الافعال هذه اللي عملوا هاد الناس هادو، وحنايا كنطالبوا السلطات المحليه تزيد تبحث وتزيد تعمل البحث ديالها الدقيق لهاد الشيء هذا اللي كيعملوا هاد المجرمين اللي كينهشوا القبور ديال الغيلانيين اللي كينهشوا القبور ديال الشرفاء الغيلانيين، وهاد الشيء هذا راه ما يمكنش يعني نسكتوا عليه. نعم هاد الناس هادو ديال هاد الرجال اللي كيبحثوا على الكنوز، هل يعقل هاد الناس هادو اللي كيبحثوا على الكنوز غادي يجيو الاضرحه ديال 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 الشرفاء الغيلانيين ويهزوا المقابر ويبحثوا؟ كيفاش هاد الكنوز غادي يتخبعوا تما؟ هذيك راه حرمه المقابر. حنا خصنا كنطالبوا السلطات يقلبوا على هاد المجرمين فيما كانوا ويحضروهم وياخذوا العقاب ديالهم. كتقول اختي بحال دابا اللي قالنا دابا الشريف ديالنا الغيلاني قالنا بانهم نهار الخميس وقعت شي هذا اليوم في الصباح عاد جاو قالوا له اجي عندنا. يعني ما حنايا اليوم البارح في الليل سيقنا الخبر، يعني قالوا الخميس في الليل يعني استغلوا الفرصه ربما ديال على ما كنسمعوا الشتا كطيح والريح ويعني نظرا لسوء رداءه الجو جاو هنا وهرسوا الباب، راه هي ربما الباب راه هي كتبان لكم مهرسه يعني استغلوا الفرصه وحيدوا ديك يعني ديك الدربوز كما كيسميوها المغاربه ديالنا، حيدوا ديك الدربوز ونهشوا ديك المقابر وهودوا حفروا حتى لتحت حتى للتابوت التحتاني، يعني هادشي هذا راه حرام، هادشي هذا راه ما يمكنش. وحنا كنطالبوا السلطات المحليه وكنطالبوا رجال الدرك الملكي ديال خميس الساحل جزاهم الله بالخير، راهما جاوا وعملوا التحريات ديالهم وعملوا البحث ديالهم الدقيق، وكنتمنوهم وكنتمنوا يزيدوا يبحثوا، لان حنايا راه ماشي رحنا الفئه القليله اللي ساقت الخبر، رحنا خصنا مادا بينا يسيقوا الاغلبيه ديالنا الشرفاء الغيلانيين يسيقوا الخبر ديال هاد الافعال هادي ويجيو يتضامنوا معنا كيف ما حنايا جينا كنشوفوا في عين المكان هاد الجريمه الشنيعه اللي عملوا هاد الناس هادو، وخصهم يتضامنوا معنا ماشي غير من البعد بالتليفون او راه يجيو يشوفوا كلشي بعينهم، الا كانت عندهم غيره على 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 على, 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 على العروق ديالهم، ولا كانت عندهم غيره على يعني على على الشجره ديالهم ويجيو يشوفوا ويتضامنوا معنا ويجيو يعطيو حتى هما عاوتاني الراي ديالهم ويجيو يتساعدوا معنا، يعني هذا الشيء هذا لا حول ولا قوه الا بالله، ان هذه المعلمه هذه راه كانوا كيتخرجوا منها علماء، وصور شوف هذيك الجهه راه هي فين هي، راه هي فين راه المعالم، هذا القصر ديال بني كيسان، قصر بني كيسان سيدي محمد بن الصديق الغيلاني، وكان وهذه شي عامين او ثلاث سنين سبق لهم عاوتاني جاوا للضريح ديال السيد الحسن ونهشوه وكيقلبوا فيه، شنو كيقلبوا فيه الله اعلم، ودابا هاد المجرمين هادو خصنا كنستنكروا لهاد المجرمين خصنا يقلبوا عليهم ويجبدوهم صافي يعملوا التحريات ديالهم، لان حنا راه ما يمكنش، راه حنا شرفاء غيلانيين كنغيروا على البلاد ديالنا وكنغيروا على الاجداد ديالنا وكنغيروا على الاحفاد ديالنا وعلى الاولاد ديالنا وعلى الشجره ديالنا، عندنا شجره عندنا ظاهر ملكي احب من احب وكره من كره، راه حنا سبقنا غوتنا فزيله عاوتاني على المسيد ديالنا اللي حتى هو عاوتاني دهنا يعني مسؤول رفيع في المستوى في ازايلا بلا ما نقولوا شكون، رحنا واخا كنشوفوا كنخرجوا في الاعلام راه كنخرجوا بوجه مكشوف، لان احنا عندنا حق وعندنا ظاهر وعندنا اوراق وعندنا يعني رسوم ملكيه وعندنا مجاهدين قدام عندهم اوراق صحاح لهذا الشيء هذا، يعني ماشي غير هكا كنهضروا، حنا كنستنكروا لهذه الافعال وكنطلبوا السلطات المحليه والدرك الملكي يزيد يحقق في هذا الشيء هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.